ما درجة حديث من صلى الفجر في المسجد وظل فيه حتى طلعت الشمس قد رمح فله اجر حجة عمرة او كما قال تابعي؟ ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه معاشه في ثلاث نظر وليس بذات معروف الصحة، ولكن كل مدة طويلة بعض طلب عندنا جمع كوخه وتتبعه بمظانه، وحتى الآن لم يتم هذا الشيء، ولعلي أذكر نفسي هذا ويقول هذا إن شاء الله في جمعة الأخرى إن شاء الله. أما الثابت والمحفوظ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى طلع الشمس، وضوءا حسنا في مصلاه يدعو الله ويدعو سبحانه وتعالى، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت حديث عون بن عبسة النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة، هذا يدل على أن يشرع الصلاة بعد طلوع الشمس فطلعها إلى جلس المسجد يشرع له يصلي قبل الخروج بعد طلوع الشمس، وهكذا في بيته صلاة الضحى، وإذا كانت صلاته بعد طلوع الشمس وبعد شدة الضحى كان أفضل، فإن صلاة الأوابين هنا اشتد الضحى يعني تمر في صالح هنا يشد الضحى ويرتفع النهار. نعم.